اللهم صل وسلم. فلبدينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم بئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيدا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ عندما ألقي فيها فاج سألهم خزنتها لم يأتيكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فجددنا وقلنا ما نزل الله من شيء من خلال كبير فقالوا لو كنا نسمع ونعمل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجرهم كبير فأسروا قولكم أن يجأروا بإنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها كلا من رزق إليه النشور أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا تعلمون كيف نذير فلقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير ولم يرسلوا لهم صار ثم يقضي الله عن السبيل إن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي وجد لكم ينصرك من دون الرحمن للكافرين إلا في الكفر أمن هذا الذي يرزقكم من أمسك الرزق بل نجوا من عتوب ونفور فمن يمشي مكفا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض إليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله إنما أنا نذير مبين لما رأوه زلفة سيئة وجوه الذين كفروا إلى هذا الذي كنتم به تدعون إذا رأيتم من أهلك اللهم معنا ورحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن ورحمنا به وحكيم الناس تدعون ولا قل رأيتم من أسبح ماءكم غرا فمن